بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طالبات أكاديمية الميقات الإسلامية، طالبات الصف التاسع باء في مادة الثقافة المالية. وصلنا عند الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، وهو درس متطلبات التجارة الإلكترونية. وتحدثنا في الدروس السابقة عن أنواع التجارة الإلكترونية وميزنا بين أنواع التجارة الإلكترونية، وأيضا تكلمنا عن كيفية نشأة التجارة الإلكترونية. وإذا بتلاحظوا خاصة في المرحلة اللي إحنا فيها في جائحة كورونا، أصبحت التجارة الإلكترونية شيء مهم جدا ومستخدم بشكل واسع وكبير. تمام، اليوم رح نتعرف ما هي المتطلبات، الأشياء اللي لازم نوفرها عشان يصير في عندنا تجارة إلكترونية. متطلبات التجارة الإلكترونية: دخلت التجارة الإلكترونية سوق العمل على نطاق واسع، وخاصة في هذه المرحلة التي نعيشها جائحة كورونا، فصار لزاما على الشركات والأفراد اتباع سياساتها وتطبيقاتها لمواكبة سوق العمل ومجاراة المنافسين الذين يتميزوا في مجال التجارة الإلكترونية والبيع والشراء الإلكترونيين. فما متطلبات هذه التجارة؟ دعونا نتعرف إجابة هذا السؤال بتنفيذ الأنشطة الآتية. أول شيء راح أتكلم أنا عن التجارة الإلكترونية وعن متطلباتها. يعني إذا بنلاحظ، كانوا زمان اللي هي التجارة التقليدية، معروف التجارة التقليدية اللي هو تروح على الموقع وتشتري منه وتعاين البضاعة وتدفع السعر وتستلم البضاعة بعد ما تعاينها، أوكي، في الموقع نفسه. أما صارت تطورات للتجارة الإلكترونية، يعني مثلا على مستوى الشركات، على مستوى شركات المواد التموينية أو شركات المبيعات بشكل عام، كانوا يطلعوا المندوب محمل بضاعة في السيارة ويروح يبيعها بشكل عشوائي. تمام، اتطوروا وصاروا يحطوا لها لكل سيارة أو لكل موظف أو مندوب مبيعات مخطط سير بده يمشي عليه. تمام، بعد ما حطوا لهم مخططات سير يمشي عليه، صار في تلاعب في الفواتير. تمام، فصار انه بدل ما نطلع الشخص معاه سياره او معاه سياره كبيره او ديانه محمل بضاعه، لا، احنا بنطلع مندوب معاه سياره صغيره باخذ طلبات ومعاه جهاز تابلت بكتب الطلبات مثلا المحلات عليها وبيبعثه في نفس اللحظه، بكون مشبوك انترنت على هذا التابلت ويتم ارسال الطلب في نفس اللحظه، والمندوب موجود عند صاحب البضاعه او عند الشخص اللي بده يشتري البضاعه، يبعثها للشركه ويحاسبهم. تمام، في نفس اللحظه، وبعدين البضاعه بتوصل بعد يوم او بعد يومين او بعد ثلاثه. وصاروا يعطوهم مع التابلت آلة طابعة عشان الفواتير تكون مطبوعه طباعه، مش يدويه او مش بالشكل اليدوي، بالشكل الالكتروني. طورنا شوي شوي، صارت هاي الشركات مش بحاجه لمندوبين يروح يبيعوا البضاعه، خلاص فتحوا عملوا ابلكيشن للشركه او موقع للشركه على شبكه الانترنت، تمام، بشكل معروف، واللي بده بضاعة يوصينا ويدفع لنا لو بداخل عمان، والشركة كمان بداخل عمان، والمشتري بداخل عمان، تمام، أو في المحافظات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. تمام، يبعث لهم مثلا بدي كذا كذا كذا، والسعر بعطيه السعر الإجمالي قديش أو سعر الفاتورة قديش بيطلع، بحول لهم حساب، وبصير المندوب يروح يوصل لهم البضاعة بس توصيل. فالمندوب بطل يتعامل بالأموال، بطل يتعامل مع المصاري، هيك يقلل مثلا من السرقات أو قلل من التلاعب. وهاي من تطورات التجارة الإلكترونية. وحتى أصبحنا في زمننا هذا صار كله تجارة إلكترونية، مثلا بدك تشتري مثلا أغراض للعيد، أغراض للبيت، أغراض كذا، أو حتى بعد الساعة السادسة اللي هو بعد الحظر، تمام، صرت تتوصل على الشيء ويجيك توصيل، يجيك بالتوصيل، تمام، وصارت كلها من خلال شبكة الإنترنت التجارة الإلكترونية. ولكن أنا برأيي الشخصي بعتبر هذا من السلبيات. ليش؟ في حد بيقدر يحكي لي ليش انا بعتبره من السلبيات يا تاسع؟ شو رايكم؟ هذا شيء سلبي ولا شيء ايجابي التجاره الالكترونيه؟ يلا براءه. في له ايجابيات وإشي له سلبيات يعني. طيب بشكل عام، بشكل عام ما هي السلبيه المهمه في الموضوع؟ انه ما بنعرف اذا يعني الموقع مضمون. ممكن، بس انا بدي احكي عن سلبيه كبيره بشكل عام. طيب مثلا تخيلوا، اوكي، احنا التجاره الالكترونيه وصار كل اشغالنا من خلال التجاره الالكترونيه. طب مثلا انقطعت الانترنت، انقطعت شبكه الانترنت عن مثلا عن الاردن، وين بنصفي؟ ما بنفع. صح صح، التجاره التقليديه عمرها اطول، التجاره التقليديه عمرها اطول، تمام، لانه مثلا التجاره الالكترونيه من خلال شبكه الانترنت. طيب لو قطعت شبكه الانترنت لمده اسبوع، الشركات بتفلس، الشركات بتخسر، البضاعه بتخرب، صح؟
وخاصة البضاعة مثلا اللي ما بتتحمل أكثر من أسبوع، زي مثلا الحلويات، زي مثلا محلات المواد التموينية. تمام، هاي من أكبر السلبيات على التجارة الإلكترونية، ولكن إيجابياتها، أنا حكيت سلبية كبيرة ولكن إيجابياتها كثيرة جدا في الوقت الحالي، سواء كان بتقلل الوقت والجهد والمال أيضا. تمام، وبتوفر على الشخص أشياء كثير. تمام، بس لازم يكون من موقع معتمد أو من موقع ثقة لما بدك تشتري. تمام، يعني حكينا في الحصة الماضية مثال عليه اللي هو موقع مثلا أمازون. تمام، اللي موجود في دول الخليج، وصل لدول الخليج. موقع أمازون كان في الدول الأوروبية أو في دول العالم الأول، تمام، صار واصل لعند دول العالم الثالث، لأنه إحنا من دول العالم الثالث أو الدول المتنامية اللي لسه قاعدة بتبني في حالها، وصل لعنا. تمام، إذا التجارة الإلكترونية شيء مهم جدا، وخاصة في العصر الحالي. في سؤال على التجارة الإلكترونية بنات؟ سلطانة، يارا، رهف، نور، براء، جنى؟ لا ما في، لا ما في، الجميع؟ لا ما في، سهلة. ممتازين. طيب بدنا نتعرف على المكونات الأساسية للتجارة الإلكترونية. أنا لازم بدي أعمل تجارة إلكترونية، لازم يكون في عندي عدة مكونات. أول نقطة وهي أهم نقطة يا رهف، تفضلي. يلا رهف. رهف معي. أول نقطة وهي الشبكات اللي هي النتوركس. الشبكات هيني تفضل يا رهف. أقرأ الشبكات. نعم، تعرف الشبكات بأنها سلسلة من الحواسيب التي يتصل ببعضها البعض، والتي تسمح بتبادل المعلومات وإجراء الاتصالات فيما بينها إلكترونيا، وذلك بواسطة الأكبال أو خطوط الهاتف أو الأقمار الصناعية. بالضبط. إذا من المكونات الأساسية للتجارة الإلكترونية، أول شيء زي ما حكيت لكم الشبكات، لازم تتوفر الشبكة. أسهمت الشبكات في تسهيل عملية تشارك المعلومات وإيجاد روابط قوية جدا بين مستخدمي الشبكات في مختلف أنحاء العالم، وهي تمتاز بنقل البيانات بصورة سريعة وتكلفة قليلة بغض النظر عن حجمها، مما ساعد على تسهيل عملية التواصل بين الأفراد. النقطة الثانية، برمجيات التجارة الإلكترونية. يلا يا جنى. هي برمجيات خاصة بالتجارة الإلكترونية تسهل عملية التواصل مع المستهلكين، مثل البرمجيات الخاصة بعرض صور المنتجات والبرمجيات الخاصة بالمستهلكين التي تتيح لهم اختيار المنتج وتحديد طريقة الدفع. بالضبط، برمجيات التجارة الإلكترونية زي ما حكيت لكم أو تحدثت في بداية الحصة عن شركات مثلا المواد التموينية أو المبيعات، اللي هو صريح ستحكي لكم اتطوروا صاروا يعملوا لهم ابلكيشن او لهم تطبيق، تمام، الناس تشتري من خلاله وتدفع من خلاله، وبعد مثلا يوم او في نفس اليوم او بعد فتره توصل لهم البضاعه. النقطه الثالثه، تفضل يا سلطانه. سلطانه يلا يلا هذه معك. الاجهزه والمعدات الطرفيه تتكون من اجهزه ذكيه والمودم والقنوات الاتصال. بس إذا الأجهزة والمعدات الطرفية، لما حكيت لكم المندوب صار يعطوه جهاز تابلت، صار يعطوه طابعة إلكترونية عشان كله يكون محوسب، كله يكون إلكتروني، وكله يكون موصول من خلال شبكة الإنترنت مع الشركة، تمام؟ الأجهزة الذكية زي التابلت تتطلب التجارة الإلكترونية استخدام جهاز ذكي مثل الحاسوب أو الهاتف الذكي ضمن مواصفات معينة. يعني أنا بحكي عن نفسي، من خلال التعلم الإلكتروني مثلا، من خلال التعلم الإلكتروني، لما بلشنا التعلم الإلكتروني صرت استخدم الحاسوب بشكل كبير. يعني حاولت اني استخدم التليفون، عاودت حكيت لا بشكل اوضح وبشكل افضل وموثق بكون جهاز الحاسوب افضل. النقطة الثانية وهي المودم. المودم وهو جهاز يصل بين اجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين وشبكة الانترنت، اللي هو الجهاز بيشبك الاجهزة مع شبكة الانترنت، هذا هو المودم، عن طريق الشنل او قنوات الاتصال. النقطة الثالثة وهي قنوات الاتصال، ويقصد بها وسائل الاتصال. يعني المندوب مع جهاز التابلت لازم يكون مشترك بالانترنت اللي هي قناة الاتصال، لأنه بدون قناة الاتصال أو بدون الانترنت ما راح يستفيد شيء. ويقصد بها وسائل الاتصال التي تتيح نقل البيانات بين أجهزة الحاسوب المختلفة مثل خطوط الهاتف اللي بتربط الأجهزة الحواسيب، بتربط الناس مع بعضهم البعض. حكينا عن الشبكات وبرمجيات التجارة الإلكترونية والأجهزة والمعدات الطرفية. النقطة الرابعة، تفضل يا مين ما شاركت؟ نور؟
يارا تفضلي. الموارد البشرية، أداة تكنولوجيا. نور، نور شاركتي؟ أنا لا. طب استنى عشان تشاركي بعد يارا. يلا يارا كملي. ما الحديثة في عالم الأعمال العامة والتجارة الإلكترونية بوجه خاصة إلى الاستغناء عن بعض الوظائف، ولكنه أسهم بالمقابلة في إيجاد العديد من الوظائف والفرص العمل مثل خدمات المستهلكين الإلكترونيين وتصاميم الجرافيك وتسويق الإلكتروني ومتابعة طلبات الزبائن الإلكترونية. يعني مثلا إحنا لما صار عندنا التعلم عن بعد، تمام، لما صار عندنا التعلم عن بعد صرنا ندرس من داخل البيوت، تمام، ومن داخل منازلنا عشان الجائحة، تمام، من خلال عشان لما صارت الجائحة صرنا ندرس في بيوتنا، صار بدنا شبكة إنترنت في البيت، بدنا أجهزة حواسيب مثلا ضمن مواصفات ومقاييس معينة، تمام، بدنا مثلا سماعات، بدنا مايك، بدنا عدة أشياء عشان نقدر نستخدم شبكة الإنترنت. أو مثلا إذا كانت التجارة الإلكترونية، أنا أعطيكم مثال على التعليم، إذا كانت التجارة الإلكترونية لازم في طابعة، لازم في سكانر، لازم في عدة أشياء. يعني في النهاية التجارة الإلكترونية ما أسهمت في زيادة البطالة، بل قللت من أعداد البطالة، لأنها زادت فرص العمل. وإذا بتلاحظوا مثلا على الفيسبوك كثير بينزلوا مثلا مطلوب مثلا موظفين أونلاين، مطلوب موظفين أونلاين للعمل في البيت لمدة مثلا 4 ساعات في اليوم براتب كذا. إذا أسهمت في تقليل البطالة، التجارة الإلكترونية أسهمت في تقليل البطالة. خلينا نتعرف على متطلبات إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية. بدي أنشأ موقع للتجارة الإلكترونية، في عندي عدة أشياء لازم أوفرها. أول شيء، تفضلي اللي حكيت لها بدها تشارك، شو اسمها؟ نور. نور تفضلي. نور. أنا نور ولا براءة؟ لا لا، نور. نور تفضلي. يا نور. اللي هو متطلبات إنشاء موقع التجارة الإلكترونية. واحد، يتطلب إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية توفر ما يأتي. واحد، الموقع الإلكتروني هو مساحة إلكترونية تصمم باستخدام برمجيات متخصصة تحتوي تصاميم جذابة وواجهات أمامية تستخدم فيها لغات مختلفة لجذب الزبائن. أول شيء الموقع الإلكتروني مهم جدا. اثنين، يلا يا جنى. اثنين، المنتج المراد تسويقه، يصمم دليل للمنتج يتضمن معلومات تفصيلية عنه مثل نوعه وطبيعته وسعره فضلا عن وضع صورة له. ممتاز. ثلاثة، تفضل يا بشرة. ما شاركتي معنا بشرة. موقع الإعلانات التجارية الإلكترونية هو موقع يعرض إعلانات ومعلومات عامة عن المنتج بغية الترويج له في المواقع التجارية الإلكترونية وتعريف أكبر عدد ممكن من المستهلكين به. ممتازة. النقطة الرابعة، طلب الشراء، ويقصد به استخدام نماذج إلكترونية أو سلة مشتريات إلكترونية لتأكيد طلب شراء منتج معين، وأيضا تحديد طريقة الدفع. يحدد مالك موقع متجر إلكتروني كيفية الدفع بإحدى طرق الدفع الإلكتروني. تمام. في سؤال لحد هون يا تاسع؟ عفوا، في سؤال بنات على الدرس على التجارة الإلكترونية وعلى متطلباتها؟ لا ما في. الجميع شارك معنا، ويعطيكم العافية. تاسع يعطيكم العافية.